معين البستكي لاعب خفة عالمي من دبي متخصص في ألعاب الخفة وقراءة الأفكار ونجح في لفت أنظار الكثيرين إليه، ولكن بعض رجال الدين يتهمونه بالسحر والشعوذة. في كثير منهم ما يفرقون بين ألعاب الخفة وبين السحر، ألعاب الخفة غير والسحر شيء ثاني. أنا كنت خايف أن واحد من رجال الدين لو أنا ماشي في الشارع بعد ما أطلع وأعمل أشياء قوية يركض ويطعني ويشرد. لديه حب جارف لهذا الفن، وهذا أقوى حافز دفعه لتعلم هذا الفن الجميل في صغره. بدأ ولعه بخد خفة اليد قبل أن يتعلم القراءة والكتابة، وحينما بلغ معين السادسة من عمره احترف هذا الفن. ما يعرف أن هذا علم وهذا فن وهذه تسلية. الإنسان العادي يحب الأشياء اللي تكون مبهرة أساس يطلع الطفل اللي فيك ويستانس وينبسط بالأشياء اللي قاعد يشوفها حوله. معين البستكي فنان لا يعرف الراحة أبداً، منشغل دائماً بخططه وأفكاره، ومنفتح ومتطلع إلى كل ما هو جديد لإبهار المشاهد العربي والأجنبي. مشاهدين الكرام، أهلاً بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحوار، تحييكم فوينيشا من دبي. اليوم يسعدنا استضافة الساحر الإماراتي معين البستكي في الاستوديو معنا لتطلع في تجاربه حول ألعاب الخفة، هذه المغامرة الحياتية في العالم العربي. أهلاً بك يا مرحبا وسهلا فيك، يسعدني أن أكون متواجد معكم في القناة، وإن شاء الله نعمل لكم أشياء حلوة ويكون الحوار إن شاء الله شيق وجيد. شكراً. قبل أن نرى شيء عملي، ممكن أن تعرفنا على قصتك، كيف بدأت هاي المهنة وكيف أحببت ألعاب الخفة؟ ألعاب الخفة لي كان شيء مش متداول في العالم العربي. أنت لو تجي في العالم العربي ما تشوف وايد من الناس أو كثير من الناس يعملوا ألعاب الخفة. من وإحنا صغار دولة الإمارات كانت ما فيها تجارة وما فيها شيء، فالناس كانوا يهاجرون ويسافرون للهند للتجارة. فأجدادنا كانوا يطلعون من الخليج وكانوا يروحون للهند للتجارة. ففي واحدة من السفرات على أيام جدي سافر للهند فشاف مجموعة من الناس يلعبون ألعاب خفة من الأشياء الخطرة والأشياء الجميلة والأشياء الحلوة. فبعد ما شاف وانبهر راح عند رئيس الجروب اللي عندهم الليدر لهم، فقال أبا أتعلم. قال أوكي أعلم مقابل مبلغ نقدي. كان مش مشكلة هذا المبلغ النقدي، فتعلم ألعاب الخفة. فرجع لدبي، يوم رجع لدبي يبغى يعلم أبوي وعمامي ما يبغوا يتعلموا. فأنا كنت صغير عمري 6 سنوات وهو يعرف شوية ألعاب فمش عارف يعطي ويعلم منهم. فقال معين تعال أبغى أشوفك. فرحت عند جدي وقفت، قال معين شوف، أخذ درهم إماراتي نحاسي حطه في تمه، عض عليه، يوم طلعها ولا هي مقصوصة نص. أنا قلت يمكن أسنانه قوية، يمكن جوعان، ما أعرف. أخذ الدرهم اللي مقصوصة نص، حركه ولا رجعها درهم كامل مرة ثانية. انبهرت، رحت المنطقة اللي عندنا الفريج عند كل الناس، مين عنده درهم ما يبغاها، درهم ملتوي، درهم مقصوص، درهم هذا. فجمعت مال 20 درهم ورحت عند جدي قلت له هذا 20 درهم حول لي إياها دراهم زينة عشان أشتري فيها دراجة هوائية. إنزين، فقال ما أقدر لأن الدرهم اللي عندي كان الدرهم لألعاب الخفة وليس درهم أصلي في الحركة اللي فيها. ومنها بعد كم سنة على ذاك الوقت أبوي كان عنده محل لتأجير الـ VHS. على ذاك الوقت ما كان في DVDs وما كان في داونلودز وما كان في USB، كان في أشرطة البيتاميكس والـ VHS. فأبوي كان يجيب الماستر تيب من أمريكا وينسخ 50 نسخة منها ويحطها في باك ويبيعها في المحل عنده. فمن المحلات اللي كان من الأشرطة اللي كان يستلمها كانت أشرطة ديفيد كوبرفيلد. فما كنت أعرف اسمه، كنت أسمع عن واحد قوي في العالم ما أعرف من هو، فكنت أجلس وأتابع ديفيد كوبرفيلد مش عارف مين هو الشخص هذا. فانبهرت وحبيت أسوي، كنت أعرف شوية من يدي، معلمني كل اللي يعرفه. فكنت أروح المدرسة وأروح عند الصغارية أقول يعني من يعرف ألعاب خفة أعلمه ويعلمني. فكنت أتعلم وأعلم لين ما كبرت وصلت بعد الثانوية. قبل الثانوية قبل نهاية الدراسة الواحد يفكر شو بيسوي في المستقبل. أنا كنت مقرر أوريدي كنت بستوي لاعب خفة. رحت عند أبوي قلت أبوي أنا قررت مستقبلي. يستقبل يعني هذا الألعاب الخفة هو هناك نوع من الإشكالية في البلدان العربية من حيث ديني. صح كلامك. اللي صار قلت له أبوي أنا بستير لاعب خفة. أنا ما وعيت إلا بذاك الكف على وجهي. إنزين،
قال روح كمل دراستك وخلي عنك السوالف اللي ما تنفع. رحت كملت الدراسة، والدراسة جدا مهمة، وننصح الآباء والأمهات إنهم ينصحون عيالهم على الدراسة أكيد، ولكن كنت كمان أمارس ألعاب الخفة مع الدراسة والألعاب الخفة، والدراسة والألعاب الخفة أسقلت الفن هذا لين ما بدأت مشواري مع الإعلام من 2010 و2009 و2010، وبديناها والحمد لله من برنامج لبرنامج، من فنان لسليبرتي لهذا لما وصلنا اليوم ونحن موجودين معكم في القناة. طب اليوم ماذا حضرت من ألعاب؟ حضرت كثير من الأشياء إن شاء الله الجميلة. تبون تشوفون شيء؟ أوكي. إحنا بنبدأ من بالأشياء الخفيفة شوية بالكارتريكس، وبعدين نطلع في الأشياء الثانية. إحنا نبدأها بكارتريكس، عندي مجموعة ورق، فاللي بنسوي أبغى بس أراوي الكل إن الكروت كلها مختلفة. نعم. أوكي. فاللي أبيك أنت تسوينه هي معايا، أبيك تقولين ستوب. من غير ما أنا أشوف عشان ما يقولون إنه قاعد أشوف المونيتر، تقولي ستوب أي مكان. أنا أقول لك ستوب. أنت تقولي ستوب أي مكان ما أنت حابه. أوكي. وأنا ما قاعد أشوف المونيتر. هني ولا اللي بعده؟ هذه ولا أروح زيادة؟ هذه. متأكدة؟ متأكدة. أوكي. الكاميرا قاعد تشوفون، إحنا قاعد نشوف. أنت قلت ستوب. مش أنا اللي قلت ستوب. نعم. أنت اللي اخترتي. أنا ما شفت الكاميرا. أبيش تفكرين في الرسمة هذه اللي شفتيها، الكرت اللي شفتيها، أنت عارفة شو الكرت؟ نعم. خزنيها في مخك. فكري فيها، حاولي ترشيد إياها، تبعثي إياها، يمكن أستلم منك خبرين إياها. فكري أول شيء بالسود، أوكي؟ بفكري هل هو قلب، هل هو دايموند، هل هو هارت، هل هو دايموند، هل هو كلوبز، هل هو سبيدز، تعرفي كل واحد منهم صح؟ أوكي؟ نعم. فكري، أوكي؟ عندك دايموند، قلب، كلوبز، سبيد. هو مش القلب، هو لو قلبنا القلب ولوناه بلون اسود بيكون السبيد. كان السبيد؟ نعم. اوكي. خلينا نشوف. كان من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جاك، كوين، كينج، ace 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كان ace of spade. ما شاء الله. خلينا نسوي شيء ثاني. اللي بيجي تسوينه أبيك إنك لو ما على شمارة بنجرب إنه تاخذين تقصين أي مكان، قصي بس أي مكان وحطين بين إيدك. يعني قصي مجموعة. أيوة. قصي مجموعة وحطي بين إيدك. قصي أي مجموعة. قسم مجموعة. قصيتي حطين بين يدك. حلو. أنت حطيتي بين يدك. أنت ما شفتي أي شيء صح؟ لا ما شفت أي شيء. أنت قصيتي. نعم. ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف. نعم. أنت اخترتي. أنت قصيتي. اللي أبيك تسوين، أبيك اللي في إيدك لو مش غلطان، وهذا حيكون مستحيل ولكن قاعد أحاول، اللي في إيدك بيكون 28 كرت. أبيك سلولي حبة تعدينهم. 28. أوكي. يلا. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. 21. سلوي شوية. 22. 23 24 25 26 27 28. ما شاء الله. آخر كرت. أنت اخترتي آخر كرت. شيلي وشوفي. أوكي. شيلي وشوفي. راول الكاميرا. أنا ما بشوف. أوكي. عندك موجود؟ عندي موجود. راويت الكاميرا. شاف الكاميرا. لا. شاف. أوكي. تمام. أوكي. تمام. الآخر كرت. لو أنا مش غلطان. 3 of heart. ما شاء الله. ما شاء الله. شكراً. ما قصرتي. 3 of heart. ما شاء الله. هذه من الأشياء اللي نسويها. نعم. ف قديش وقت يعني
مارست فيها هاي لما مثلاً الكروت كم وقت؟ هي كروت من الأشياء اللي ما أسويها جداً، الأشياء اللي أسويها ثانية تكون أكثر، ولكن أحاول الناس مش من النوع اللي أندمج للكروت، ولكن الممارسة مطلوبة في كل فن. أنا أشوف ألعاب الخفة مثلها مثل أي فن ثاني. أنت عندك لعبة الخفة، عندك الموسيقى، عندك الرقص، عندك الرسم، هاي كلها فنون مختلفة في العالم، والرسام الماهر يمارس كل يوم عشان أنه يطلع ويطلع له ذاك الرسمة الاحترافية الجميلة أساس أن الكل يشوفها. لاعب الكرة لازم يمارس كل يوم، لازم يتدرب عشان أنه يوصل للفرق الكبيرة ويوصل للمنتخبات. إحنا نفس الحالة، لاعب الخفة عشان أنه يقدر يبهر الجمهور ويبهر الناس ويعمل لهم أشياء حلوة يستانسون فيها، يبغاله من الممارسة الدائمة عشان تطلع كمحترف وتطلع من مجال أنك هاوي إلى مجال الاحتراف. فالممارسة موجودة، كل يوم أمارس، كل يوم أطلع أيلس وأطالع أشياء جديدة وأمارس على أشياء جديدة. بس مثلاً في العالم العربي قليل من الناس يمارس هذا الشيء، صح. من وين تعلمت هاي المهنة؟ هي بداية أولاً على كون أن العالم العربي قليل من ما موجودين، لأن ألعاب الخفة جداً من الممنوعات اللي في العالم العربي. ليش؟ لأن السحر حرام في الإسلام، فاحنا ما نشوف، فاللي عندنا في العالم العربي في كثير منهم ما يفرقون ان بين العاب الخفه وان بين السحر. العاب الخفه غير والسحر شيء ثاني. السحر موجود، العاب الخفه احنا نستعمل فيها في تقنيات، نستعمل فيها على ممارسه ومهاره وخفه يد. السحر هي تعامل مع الجن والشياطين والى اخره، احنا ما نخص في هذا، شيئين منفصلين. ولكن في كثير من الناس اللي بعدهم ما فرقوا بين الاثنين، ما يعرفون ان لعبه الخفه ما لها اي دمج للسحر. ومع قلة الناس اللي موجودين في ألعاب الخفة في العالم العربي، قبل ما كان في طريقة ممكن تتواصل مع أحد، ولكن الحين ممكن تتواصل مع ناس موجودين في أمريكا، تتواصل مع ناس موجودين في أوروبا، في أستراليا، في الصين، في الهند، في كل مكان، عشان تتواصل وتنمي علاقاتك، وزائد أنه تعلمهم ويعلمونك. أنا على أيام قبل ما كان في أي ناس ممكن تتواصل معهم، فكنت أقرأ كتب، كنت أسأل ناس، في ناس يعرفون لك شوية حركات، كنت أروح المعارض وأشوف الناس اللي يسوون أشياء حلوة في ألعاب الخفة فأسألهم وأحاول أتعلم منهم. ولكن الحين الأمر صار جدا سهل، أنا عندي الكونسلتنتس اللي يساعدوني في ألعاب الخفة، ناس من برشلونة، ناس من أمريكا، ناس من أماكن مختلفة، نتعاون مع بعض عشان نتعلم ونطور الفن هذا. طب هل هناك يعني صعوبات تواجهك بعد ما بدأت بهذه المهنة؟ جدا. أنا في بداية مشواري في عالم ألعاب الخفة كنت جداً خايف. أول ما قالوا لي معين نبغاك على شاشة التلفزيون كنت جداً متردد. ليش؟ لأن الفن هذا نادر ومش موجود في الوطن العربي، في كثير في الصين، في عندك في اليابان، في عندك في كل الدول المختلفة، ولكن لأن قلت لك السبب ليش الناس ما يتقبلون الفن هذا، كونها نوعاً ما منبوذ وممنوع، فالواحد يخاف يوم يدخل فيها. أنا جتني هجوم ومعارضات من كثير من الناس، من السعودية ومن الإمارات، من دول مختلفة، أن هذا لا يجوز، هذا لازم يسجن، وهذا لازم، وهذا لازم. طب ما جعلك ثابر على هذه؟ حبي للفن هذا. أنا أول ما بديت في ألعاب الخفة وطلعت على التلفزيون كنت خايف، هل أن أهلي حيقبلون الموضوع هذا؟ هل أن الناس حيقبلون؟ هل المجتمع حيقبل أو حيرفض؟ هل أو حينبذوني؟ هل أنا حتصيبني مشاكل؟ أنا كنت خايف أن واحد من رجال الدين لو أنا ماشي في الشارع بعد ما أطلع وأعمل أشياء قوية يركض ويطعني ويشرد وأكون طايح في الشارع، فكانت المخاوف هاي تجيني. ولكن الحمد لله بعد ما أني طلعت وبعد ما أني عملت شفت أن أكثر الناس متقبلين للفن هذا عن أنهم معارضين. أنا ليلة اليوم في ناس عندي في البيت معارضين للفن هذا، أنا نسيبي وأخواتي متدينات جدا، فأنا طالع لاعب خفة اللي هو مش مقبول وهم جدا متدينين، ففي البيت دائما تجينا ليش ما تترك وليش ما تسيب، ما يعرفوا أن هذا علم وهذا فن وهذه تسلية. إحنا يوم نتعلم ألعاب الخفة نأخذها كتسلية، نسلي الناس بالفن هذا، وليس إن ندعي إن عندنا قوة خارقة. أنا ما عندي قوة خارقة ولا غيري عنده قوة خارقة، إحنا عندنا فن للتسلية، فور انترتينمنت، للناس يشاهدون يستانسون ينبسطون، يطلع على الستيج الابتسامة والوناسة للطفل أو للكبير، هذه اللي إحنا هدفنا في ألعاب الخفة. طب أهلك أكيد هم أكثر ناس منبسط في البيت مشان تمارس؟ ما كانوا. نعم. اللي بداية كل البيت كان معارض، كل البيت كان ما هو حابب،
كل البيت كان يقول معين ايش قاعد تعمل، ولكن ابويا مثلا في البدايه قاعد ليش مضيع وقت يقول ايش هذا، والوالده نفس الشيء. ولكن بعد ما طلعت وبعد ما اشتهرت وبعد ما سويت وبعد ما طلعت في القنوات، ابويا قام يبث الفيديو لي كل ما انزل لكل اصحابه، تعال شوف ولدي مثلا طالع في القناه الفلانيه، يعمل الشيء الفلاني مع الفنان الفلاني. فطلعنا من مرحله انه ما حد يحب وما حد يقبل لمرحله ان الكل مساندك وكل معاك. في ناس بعدهم معارضين، في ناس بعدهم ما يحبوا، في ناس بعدهم ما متقبلين، ولكن اكثر الناس حبوا وساندوا ووقفوا ورانا، والحمد لله احنا مسارنا عاد ماشيين فيه. الألعاب الآخرة جبتها اللي أباك تسوينا، هذه أبيك تأكدين للمشاهدين، هذه أول مرة أنا وأنت نتلاقى مع بعض صح؟ نعم. أوكي. وما في أي طريقة أنا ممكن أعرف أي معلومات خاصة في جنتي. نعم. صح؟ هذه نعم. أول مرة أنا أشوفك فيه. اللي أبيك تسوينا، أبيك تتخيلين معي قدامك أنت رايحة ومعاك قدامك الـ ATM ماشين، نازل تحت في الـ ATM ماشين. في الجهاز موجود وحطيت فيها البطاقة، وانت تبغين تحطين البن نمبر او الرقم السري عشان تسحبين فلوس. والله هذا خطيره. اي اصبري لا تفكري حاليا، بس في بالك. اوكي. انا اشوف ان البن نمبر لاي شخص هو اكبر سر في العالم، ما في اي سر اكبر من البن نمبر مالك، ما تعطيه حق اي واحد. هاي سر لك، ابيك تفكرين فيه في بالك، بس ابيك انك تفكرين في اول رقم، اول رقم من البن نمبر عندك، فكري فيها كأنك قاعد تقوليها، بس لا تقوليها، كأنك قاعد تقوليها، كأنك قاعد تنطقيها، افتح حلجك شوية، افتح ذمك شوية، كأنك قاعد تقوليها بس لا تقوليها، كأنك قاعد تقوليها، كأنك قاعد تقوليها. عندك أول رقم في البن نمبر، هم أربعة أرقام، أول رقم، أول رقم، رقم واحد، رقم واحد، أول رقم، رقم واحد. أوكي، عندك رقم واحد، هذا أول رقم للبن نمبر. أوكي، فكري مش بثاني رقم، فكري بالثالث رقم. ثالث. مش الثالث رقم، عندك اول رقم رقم واحد، مش ثاني رقم، ثالث رقم، كان عندك رقم واحد وثالث رقم لو مش غلطان، رقم واحد مره ثانيه. اوكي، عندك واحد وثالث رقم، رقم واحد، فكري ب فكري بثاني رقم، فكري بثاني رقم. اوكي، عندك واحد اثنين واحد أربعة البن نمبر. ما شاء الله. والله هذا خطيرة. فهي هي من ال يعني هذا قراءة الذهن، هاي قراءة الذهن والبادي لانجوج والسايكولوجي ورا الموضوع. أنت ممكن توصل في ألعاب الخفة من مرحلة لمراحل من القوة أنك تسوي أشياء تكون جدا حلوة. وانت وانا وانت مش متفقين مع بعض، انت ما قلتي لي الرقم ولا انهم يحزنون صح، فهذا الرقم انت فكرت فيها وفكرت فيها، ممكن من البادي لانجوج الواحد من غير ما يعرف في رموز قاعد يعطيها للطرف الثاني، ممكن الواحد يستشفها. فاحنا في العاب الخفه وصلنا لهالمراحل. هلا من بادي لانجوج. طب غير الارقام تقرا اشياء اخرى؟ في اشياء ثانيه، ولكن احنا نبغى نقول حق الناس ان انا ما عندي قوه خارقه، هاي كلها بالضمن العاب الخفه، ما هي قوة خارقة، ما هي طاقة، ولكن ألعاب خفة احنا نستعملها كفن من الفنون وعلم من العلوم عشان نوصل للمراحل ونوصل للأشياء اللي نبغى نستشفها. اوكي. طيب اذا الان عندك، هل تعلم ألعاب الخفة في الإمارات؟ اعلم في الإمارات ومن برا الإمارات، عندي حوالي 20 تلميذ. 20 تلميذ، مش في كلاس روم، لان احنا حاولنا ان نقدم على مثل ما يقولون على رخصة تجارية لمدرسة ألعاب خفة، ولكن واجهتنا صعوبات ما قدرنا. ولكن في عندي ناس يجوني من في الإمارات، من رأس الخيمة، من أبوظبي، من السعودية، عندي من الأردن، عندي من البحرين، عندي حوالي 20 تلميذ، عندي من العرب وعندي من الأجانب، إن يجوا أعلمهم أشياء جدا قوية، أعلمهم من القراءة التفكير، أعلمهم من الكروت، أعلمهم من الأشياء الكبيرة الصغيرة اللي حابين يتعلموها، فنعلمهم من العابها. عندك 21 تلميذ. أنا تحت أمرك أكيد، ونعلمهم من العاب أكيد.
طيب طب الان يعني هذه الالعاب الخفه بالنسبه اليك هي هوايه ام يعني ممكن تكسب رزق من خلالها؟ هي حرفه. انت حرفة. حاليا لي انا صارت حرفه. في بدايه مشواري كنت اعملها للاصدقاء، كنت اعملها للاهل، كنت اعملها للناس اللي اعرفهم واللي اتلاقى معاهم. بدت من مشواري بالشيء، فتعلمتها وكنت اسويها لين ما يوم من الايام حوالي 6-7 سنوات قبل جاء صاحب من اصحابي انه معين عندنا حفله راس السنه ونبغاك تقدم فيها رعبه العاب الخفه. فانا انبسطت انه هاي قاعده تتحول من هوايه الحين لحرفه، ومن وقتها عاد حدثي ولا حرج. يعني احنا بدينا من عرض لعرض، فالهواية متى تتحول للاحتراف؟ يوم أنك قاعد تكسب بيزات من وراها وتكسب من فلوس من وراها. أنت تظل هواية لأن ما أنت قاعد تسويها للناس وربعك اللي حولك، ولكن تتحول للاحتراف وقت ما أن تكون عندك عروض كبيرة. وكانت عندنا عرض جدا كبير في القرية العالمية حق رأس السنة اللي سنة هذه. عندي عروض موجودة حق المهرجان، عندي عروض موجودة حق بعد المهرجان، عندي عروض حق الكوربريت، عندي عروض حق الأندية، عندي عروض حق الجامعات. فالحمد لله صار الماركت جدا يعرفونه ويعرفون شغلنا ايش كثر ساير باحترافية. فكري بأكلتك المفضلة. أكلتك المفضلة؟ أكلتك المفضلة. واحدة من الأكلات المفضلة اللي عندك. حلو؟ أبيك تفكرين بالحروف ليها. فكري فيها بالعربي. دامك ما شاء الله عليك تتكلمين لغة عربية جدا جيدة. أبيك تفكرين بالعربي. الأكلات المفضلة اللي عندك، واحدة من الأكل. والله لأنه هاي الأكل أنا بعرف كيف بحكيه، ولكن لا أعرف إذا كان كتابة صحيحة ولا لا. أوكي. فكري فيها، فكري فيها. ما في أي طريقة أنا ممكن أعرف. قاعد تفكرين فيها في بالك. فكري بالحروف اللي موجودة. في حرف. فكرين فيها. لا، في حرف الخاء. في حرف الخاء موجود. اوكي، في حرف الخاء موجود. اوكي زين. ما هي اكله اماراتيه فهي صعبه شوي علي، ولكن فكري، حاولي تبثينها لي، حاولي تبثينها لي. فكري فيها. الملوخيه، اكله الملوخيه. ما شاء الله، كيف عرفت؟ المهم هي كونها العاب خفه على اساس تانستي. فهي العاب خفه جماليتها في الابهار، جماليتها انك تقدم شيء الطرف الثاني ما يعرف كيف وينبسط ويستانس بس انجد هاي كيف كرات المايند او واحد طريقه من الطرق، ولكن ان شاء الله بعد البرنامج حيقول لك كيف. ضروري والله. اوكي. احنا على اساس ان انا عطشان كنت، فرحت خذت لي شويه البيفرجز، وعندي هني شويه قراصه، وعندي شويه زجاج. اوكي، تشيكين عليهم. هذا زجاج اصلي. أوكي. حلو. نعم حلو. عشان ناكد للناس ان هذا شيء يعني بيفرج عادي. اوكي، نحاول ان نفتحه زين. هاي تشربين منها لو حبيت تشوفين ان هذا يعني ما في الجلاس نظيف، لا تخافي. حلو؟ حلو. انزين، اللي ابيك تسوينه، ابيك تمسكين الزجاج هذا من فوق. اوكي. اوكي؟ ابيك تختارين واحدة من الزجاجات، فريها مني على الطاولة، اختاري واحدة منهم. اوكي؟ منهم. قبل ما ايوه. هذه قطعة زجاجية عادية، وهذه مثل ما شفتي بفرج توني احنا طلعناها وشربنا منها. اللي ابيك تسوين ابيك تفكرين في شيء صار في حياتك كان سلبي. حلو، صار شيء حدث، كنت في السياره واحد لف عليك، زعلت من صديق او صديقه، نبغى نتخلص من الطاقه السلبيه هاي اللي موجوده. حلو، واللي ابيك تسوين ابيك ترمين هذه داخل الزجاج. ترمي الزجاج داخل البيبسي، وابيك تحركينه شوي. خذي ايدك هالصوب، حركينه يمين يسار، يمين حركيها يمين يسار، يمين يسار، يمين يسار. فكري بالطاقة السلبية، حركة يمين يسار. أوكي. أيوة، حاسبي لك. ولا خوفتني. خذ نفس. أوكي. أوكي. هذا أنا ما سويت شيء. أنت تحكمت بالطاقة السلبية، فزيتيها للبيبسي، تخلصتي منها. فباش تعرفين ان اي لحظه جت اي ذاكره سلبيه، اي شيء سلبي بحياتك ممكن تتخلصين منها. حلو؟ شكرا.
هي أحسن هدية لي في السنة الجديدة. شكرا. شكرا ومشكور. سوري خيست مش أنا ما عملتها هي اللي خيست. طب إذا ما هو أبرز المشاهير اللي ألعاب الخفة اللي عملت معه لعبت معه؟ المشاهير أو اللي يعمل ألعاب خفة؟ أنا عملت مع كثير من المشاهير. لو دخلتي مثلاً الويب سايت عندي هتشوفين إن أسماء المشاهير الضخمة. عملت مع جون سينا، عملت مع جون ترافولتا، عملت مع مارادونا، عملت مع مايك تايسون، عملت مع دبليو دبليو إي كلهم. عملت في العالم العربي مع أكبر المشاهير الموجودين من محمد عبده لعبد الحسين عبد الرضا لي كلهم. فاللي حسيت بعد تعاملي وبعد بعد إلقاء العرض عندي للمشاهير إن ما في أحد ما يحب ألعاب الخفة. كل واحد منا فيه في داخله طفل يبغى ينبسط، يبغى يستانس، يبغى ينبهر، يبغى يشوف شيء ما شافه، يبغى طاقة ما شافه، أشياء قوية ممكن بعدين يروح يتكلم عنها. الإنسان العادي يحب الأشياء اللي تكون مبهرة أساس يطلع الطفل اللي فيك ويستانس وينبسط بالأشياء اللي قاعد يشوفها حوله. نعم، هنا تخرج الطفل من للمشاهدين على شاشة التلفزيون. طب شكرا جزيلا لحضورك. هل ممكن أن ننهي برنامجنا اليوم بواحد من لعبة الخفة؟ عندي 6 من الدايسز. أوكي. هذا الدايس أبيك تشوفينه في رقم 1، رقم 2، رقم 3، رقم 4، 5، 6، صح؟ صحيح. أوكي. أبيك ترمينه، بس قبل ما ترمينه أبيك تشوفين إن داخل هذا داخل الدايس بوكس في عندك 6 ومرقمين 1، 2، 3، 4، 5، 6. حلو. اللي أبيك تسوينه أبيك إنك ترميها هني وتشوفين الدايس إنه يطيح على أي رقم عادي، صح؟ 2. فاللي أبيك تسوينه مرة ثانية تأخذين هذه حاولي ترمينها على الصندوق هذا. أرميها على الصندوق. على الصندوق. حلو. رميتيها، شو الرقم اللي طلع؟ 6. 6 صح؟ نعم. قبل لو متذكره قبل ما ان نسوي اي شيء راوينا الصندوق كان في 1، 2، 3، 4، 5، 6 صح؟ صحيح. انت رميتيه وقف على رقم كم؟ رقم 6. شور؟ شور. سوي بروسيد؟ يس. اوكي. انت قبل ما ترمين الدايس فتحنا الصندوق كان في رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6 صحيح. انت رميتيه وقف على رقم 6 صح؟ صحيح. صح؟ حشيل الصندوق. أنا ما سويت أي شيء. حشيل الصندوق. أبيش أشوف شو داخل. ممكن أخرج. أخرجي هذه راويهم أول شيء قبل ما تخرجينها راويهم. وأبيش تخرجينها وتأكدين أخرجيهم وتأكدين للكل. أكيد في السر في داخل. شوفي. طلع. شوفي هل إن كله مختلفين؟ ما شاء الله. شكرا لك. شكرا. خفت لأنه تعرف تلعب ألعاب الخفة. خفيت الكارت بتاعي ولا بس. But you guys في الصين عندكم very very famous magician Lu Chen. Yeah, Lu Chen, you know. I know. فمن الناس اللي جدا كمان أحب شغلهم. وهو يعتبر تقريبا أشهر لاعب خفة في العالم. لأن الصين تقريبا فيها 1 بليون بيبل. فإف يو ار فيمس، لو أنت معروف في الصين أنت معروف في العالم. زين. شو حببته فيه؟ طريقة تقديمه للعروض. لو تشين صراحة جينيوس في تقديمه للعروض وفايز بكثير من الأوردز. فحبيت أن هو مهم جدا في عالم ألعاب الخفة أنك أنت كلاعب خفة يكون عندك طريقة أن الناس يوم يشوفونك يصدقونك. فلازم المصداقية تكون موجودة وطريقة إلقائك تكون أن الناس وين يشوفونك يصدقون كل شيء قاعد يقولها. نعم. فهو لو تشين عنده هالمصداقية وهيز جينيوس إن هيز أون واي. فلو تشين إز أم أي أدماير هيز ورك يعني وجدا فيري فيري جود ماجيشن. فيري جود ماجيشن. شكرا لي. وعسى إن شاء الله استانستوا وانبسطتوا وعملنا لكم أشياء حلوة كانت جميلة. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك معنا على شاشة التلفزيون في المركز. شكرا. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم من برنامج الحوار. نتمنى قد استمتعتم بحوار اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.